Give. Skilled citizens are hired on a part-time basis through your donations, beginning the pulley effect. Act. Citizens hired are matched with families in need of social services. Rise. Matched families receive a free social service that improves their socio-economic conditions, while skilled citizens obtain support and coaching to enhance their professional qualifications. Tripoli. Dignifying, multiplying, impact. يا شباب ركزوا، حلوة حمود، وحدة تلاوي بعدك ولا وحدة. تأقلم ألساست بالعمل هو أولاً إرادتها والفريق اللي حضنها واللي دربها وعم يشتغل معها كل يوم لتتقدم بكل صبر ومحبة. التريننج تبعهم مختلف شوي عن الأشخاص اللي بيقدر يتحكم دغري يعني بيكون عنده خبرة برا وبيرجع بيجي. فنحن بهذا الإطار كان في مساعدة من أكثر من جهة، من الأهالي، من اليو بي تي، من الجوب كوتش. ترايبولي جمعية اسمها بيحمل معناها. ترايبولي هي إحدى جمعيات اللي ساعدت جامعة الـ UPT توظف الطلاب. أول بولي هي الديجنيفاينج، إنه الشخص هو يشتغل بكرامته، ما يعتمد على الحصص الغذائية أو على أي مساعدة خارجية. تاني بولي هي الملتبلاير إفكت، إنه هالشخص اللي عم يشتغل عم يرتاح نفسياً، عائلته عم ترتاح، وبنفس الوقت عم بيقدم خدمات لعائلة أو لمؤسسة معينة مقابل كل شيء هو عم بيقدمه من مهارات. وثالث بوليس سوشيال امباكت، لانه كل وظيفه نحن عم نجرب نامنها هي عم بيكون لها بعد اجتماعي. هي جسر عبور الى نيل الوظيفه ومش بس لذوي الاحتياجات الخاصه.
في تفاهم وفي تجاوب من المؤسسات، لانه الموديل اللي نحن عم نتبناه على 6 أشهر نحن عم نكون عم ندفع المعاش، فهذا الشيء عم بخفف ثقل على المؤسسة بظل الوضع الراهن بالبلد، وبنفس الوقت عم بتكون مرحلة استاج انه جربوا اشتغلوا مع هالاشخاص، شوفوا قدراتهم وطاقاتهم ويمكن تقدروا تكفوا لبعدين. أنا اسمي جو رشماني، خلقي ما بسمع، وهلا أنا بشتغل استاتس بول واستاتس رخدي إشارة بمدرسة بوسانسون. ششعر بهذه أول خطوة اللي هو أعطي هذا الدرس رخدي إشارة لمدرسة العادية لهدف إنه يكون هذا الولاد يتعلم رخدي إشارة ليفوتوا بالتواصل مع أشخاص الصم. لازم المدارس ترجع تعلم لغة الإشارة لأنه بفيد كتير الأولاد، أنه كتير رح يحبوه، لأنه حلو أنه يعرف كيف الغير بيحكوا مع بعض. الأساتذة حبوا لأنه هالقد سمعوا تلاميذ هالقد حابين هالقد محمسين، طلبوا منا أنه نحن ما فينا نفوت كمان نحضر سيانس عنده. كما أنتو أخواتي العادية تعرفوا أنه عندكم لغات إنجليش عربي فرنش، نحن عندنا رابعة اللغة اللي هي لغة إيطالية. هيك بنشجع يعني غير مدارس ليعيشوها، نحن اختبرناها وكل النتائج يعني اللي شفناها كانت إيجابية. يعني ما تنسقها هل بتكون بالمباراة. أنا اسمي إليسا حليق، عمري 9.5 سنة، أنا من تبت الأولمبي لبنان، رح شارك بمباراة برلين. ما كنت متخيلة إنه رح أوصل وكون إنه عضو بسبات الأولمبي وألبح. Parce que j'aime dessiner. نور من الأشخاص اللي تخرجوا من برنامج من الـ UPT للأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، وعندها very nice talent ترسم. سو كمان مثل حيلا حدا إلها حق إنه تكون عم تشتغل بطريقة كريمة. اخترعت اسم يلي هو ماريبوزا، يلي هو البراند تبعها يلي اليوم عم بينعمل لونشينج لقلو. ماريبوزا هو فراشة بالاسبانيولي، لأنه الفيفوريت ارتست تبع نور هو بابلو بيكاسو يلي من اسبانيا. Ensemble, nous allons continuer de nous battre pour une société inclusive, jusqu'à ce que cela cesse d'être un acte de charité, jusqu'à ce que la société réalise à quel point notre diversité et nos différentes capacités sont enrichissantes, jusqu'à ce que cela cesse d'être un combat, jusqu'à ce que cela devienne un droit. Alors,
I love you. I love you. اللغة اللبنانية